اولا السلام عليكم. سعداني عائشه تقنيه بمركز تسيير السيارات. انا قضيت مده ديال 14 سنه بهذه الاداره. حول السؤال ديالكم على استلام رخصه السياقه فيما يخص لي شونج ديبليكاتا اي التبديل والتمديد، تنستلموا الملفات بما فيها البيرمي والصور والكيتونس باش خلص المواطن اللي تقدم بهذا الملف. تندير الاستلام ديال الملفات. من بعد كاينه واحد المرحله ديال المراقبه، ومن بعد الفاليداسيون اللي تتكون على يد رئيس المركز. فيما يخص الناس الجدد لي كونديدا اللي يلاه تيبغيو يدوزوا الامتحان، تتقدموا بواحد الملفات تتضمن تصريح ديال سيارة التعليم، مدرسة اللي فيها تعلم، وفيها البطاقة الوطنية ديال الكونديدا، وكذلك الوصل اللي بيه خلص الواجب ديال اجتياز الامتحان. كذلك الملف تيضم واحد شهادة طبية تتأكد سلامة النظر ديال الكونديدا. تقريبا يوميا تنستقبلوا ما بين 40 و 50 ممتحن في اليوم. فيما يخص التغييرات اللي طرات، ولات كلها الاجراءات ديال الخلاص تتم في بلاصه وحده، يعني اما في القباضه او في دار التسجيل. فيما يخص التعديلات اللي طرات، فيما يخص التبديل والتمديد، تم الاعفاء ديال المواطنين من لا فيزيت ميديكال. اما بالنسبه للكونديدا الجداد، لا فيزيت ميديكال اوبليغاتوار، ضروري تكون في الملف. التسهيلات اللي استفدوا اللي طرات في هذا المجال، ان المواطنين ما بقاش داك الديبلاسمون، ولات كلها الخلاصات تتم في مكان واحد، ما بقاش يمشيو للقباضه ولدار التسجيل بوحدها، ولات تسهيلات في هذا المجال. بركوسي حسن، جاي من سيارة تعليم غازي، غندوز امتحان ديال سينف بي، وجدنا مزيان شي شهر تقريبا ديال التوجد، نتمناو الله خير للجميع. أنا سيدي العارين مصطفى من مدرسة ديال الأحباب، حنا جاي هنا باش ندوز امتحان سينف بي، أنا تقريبا شي شهر ونص وأنا كنتعلم، كنقولو موجدين والكمال على الله، نتمناو الله. إيمان الرحول من مدرسة دحو، تندوز تعليم السياقة من نوع بي، وهذه شهر وأنا تنوجد وتنتمنى النجاح ليا ولجميع أصدقاء ديالي. مداوي عبد الرحيم، جاي من المدرسة ديال باقيلي، شي شهر ونص هكاك باش كنوجد، كنقولوا حافظينه شوية، نتمنى من الله يكون خير، كنتمنى التوفيق لجميع الإخوان اللي معايا.
تشوف النتيجه ديال الحمام. الحمد لله داز امتحان على احسن حال ونجحت الحمد لله وانا فرحانه. الحمد لله تسهل شويه ماشي غندوزو السياقه وتنتمنى عاوتاني تدوز على احسن وجه. كتم هاد العملية بعد اجتياز امتحان تطبيقي، يعني كيدوز السيد هنا في امتحان نظري ومن بعد كنمشيو نعملو ليهم امتحان تطبيقي، ومن كينتهي الامتحان في اي ساعة بعد انتهاء الامتحان كنجيبو الملفات وكندخلو البيانات ديال اللي نجح واللي راسب هنا في الحاسوب. وكتم من بعدها عملية ديال أداء واجب الرسوم ديال 150 درهم لكل رخصة ديال السياقة. هادشي هذا هو. من بعدها كنبداو ندخلو البيانات باش نعطيو الرقم النهائي ديال رخصة السياقة اللي على إثرها كندفعو الملفات لرئيس المركز باش كيدير لهم العملية الأخرى باش يجي الرخصة النهائية ديال المرشح أو المرشح. هكذا كتم العملية تقريبا يوميا يوميا. هكا كنبداو الامتحان النظري التطبيقي لأداء الواجبات تمبر إدخال البيانات ديال النجاح أو الرسوب، ومن بعد كتم عملية إعطاء رقم رخصة السياقة. وفي الأخير كنمدو الملفات للسيد الرئيس لكي يدير العمل النهائي باش يسلم المرشح والمرشحة الرخصة النهائية ديالو. إدريس بودعوة، مهندس رئيس مركز تسجيل السيارات هنا بخريوكا. كيف ما غادي نشاهدوا جميع من خلال التصوير، ف
العمليه ديال امتحان الرخص السياقه كتبدا في الاول ملي كيتسجل المرشح في مؤسسه تعليم السياقه على حسب الاختيار ديالو، ثم كيتم ادخال المعلومات للحاسوب او شبكه الانترنت يعني عبر الموقع ديال وزاره التجهيز والنقل، والمرشح ديك الساعات كياخذ موعد الامتحان حسب الاختيار ديالو وحسب التاريخ المتاح عبر الانترنت. من بعد ما كيدخل المعلومات ديالو في الشبكه كيتم طبع الملف ديالو، وتما كيجيبو المركز اللي عندنا كيستقبلوه الناس ديال الكيشي عندنا في المركز، ومن خلال المراجع اللي كتكون مسجله في الملف الموظف او الموظفه اللي عندنا في الكيشي تيدخل هاد المعلومات وتاي ياخذ صوره للمرشح وكيعطيه الاستدعاء فيها التاريخ المحدد ديال الامتحان ديالو. الو بالنسبه للامتحان، يعني في تاريخ الامتحان كيتقدم المرشح للمركز حيث كيتم الاستدعاء ديالو وكيتم منحو حاسوب خاص به اللي مجهز بجهاز سمعي خاص او منفرد وكاميرا حتى هي منفردة. والإشارة فإن كل ممتحن كيدوز امتحان يعني منفرد أو خاص به يختلف عن باقي الممتحنين. مباشرة بعد ما كيسالي الامتحان كتعطاه النتيجة ديالو ويعني على شكل نقطة اللي كتحدد يعني فوق 30 على 40. إلى نجح كنستدعيوه مباشرة باش يدوز الامتحان التطبيقي، وإلى رسب الحاسوب كيعطيه امتحان ثاني بعد 14 يوم، وإلا كان الامتحان إلا كان تيدوز الامتحان الثاني فكنرشدو أنه ممكن أنه يدير أو يجهز ملف آخر بشريطة مخصوش يفوت مخصوش يدفع الملف قبل 14 يوم. من بعد ما كيدوز الامتحان التطبيقي كما غادي ربما تشوفوا معنا يعني برا في الحلبة، إن فوا تينجح المرشح كيجي تيخلص عندنا 150 درهم يعني كضريبة كتاخذها الجامعات المحلية. من بعدو كيتم استغلال ديال الملف وكياخذ النمره يعني على حسب التسلسل اللي كيعطيها الحاسوب، ومن كيجهز الملف كيجيبوه ليا الموظفين من اجل المصادقه عليه، وبالتالي الارسال ديالو عبر الانترنت اللي في يعني في خلال مده ما كتفوتش 15 يوم كنتوصلوا بالبطاقه النهائيه من عند شركة الانتاج. بالنسبة للأيام اللي كندوزو فيها الامتحان فهي من 2 للخميس، وتقريبا 40 مرشح يعني أقل من 40 شوية وزايد 40 شوية في النهار. نسبة النجاح ما بين 50 حتى 60%، وكتمثل فيها بالنسبة للنساء ما بين 20-25%، وبالنسبة للفئة اللي زعما اللي كتنجح أكثر فهي تقريبا الفئة ما بين 18-30 حتى 40 سنة، وخاصة منها الفئة اللي يعني اللي عندها مستوى دراسي شيئا ما مرتفع. أما بالنسبة للجالية المغربية في الخارج فالوزارة ديالنا أعطتها أولوية وخصت لها نهار خاص بالنسبة للامتحان، في حالة ما إذا صادف يعني الموعد ديالها في وقت خارج الوقت اللي غادي يكونوا فيه في المغرب، وكيحصلوا على يعني تقريبا الامتحان قرار
اللي كيصدروا السيد المدير الاقليمي للتجهيز والنقل هنايا. وبالنسبه الى الرسب هذا المرشح القاطن بالخارج فيمكن نقصلو السيد المدير يعني اسبوع و يعني شريطه الادلاء يعني بتذكره السفر وبجواز السفر وبطاقه الاقامه. اما بالنسبه ما بين ملف وملف فلا يمكن بتاتا باش نقصوا لهم في تاريخ الامتحان. فيما يخص التسهيلات اللي قامت بها الوزاره ديالنا في اطار رخص السياقه وبطائق الرماديه كذلك، فيعني حاولت تقلص من عدد يعني الاوراق او الوثائق اللي كنحتاجوها بالنسبه للملف. فبالنسبه لرخصه السياقه، بالنسبه للتبدال والحصول على نظير، فيعني كانت تما هناك الاستغناء على يعني شهاده طبيه. وبالنسبه للخلاص ديال يعني استخلاص الاموال، يعني ولات في شباك واحد بالنسبه ل يعني كل الاداءات في شباك واحد. بالنسبه للاوراق الرماديه كتتم في مكتب التسجيل والتعبير، بالنسبه لرخص السياقه كلها كتادى وفي يعني في بلاصه واحده في وقت واحد في القبضه. بالنسبه للمشاريع اللي عزمه الوزاره تقوم بها بالنسبه للمراكز، هناك يعني بناء مراكز جديدة بمواصفات يعني معينة ومحددة وكتوفر على حلبة خاصة لكل مركز، ماشي بحال اللي عندنا دابا حاليا يعني غير حلبة يعني عشوائية هكا، وغتكون مجهزة بالكاميرات على غرار اللي بعض المراكز راه ديجا يعني خدامين فيها مثلا بحال الرباط. وبالنسبة للمشاريع في إطار المشاريع كذلك، فالوزارة ديالنا قامت يعني بتوظيف يعني شباب من مهندسين وتقنيين من أجل كذلك تدعيم المراكز اللي فعلا على الصعيد الوطني كتعاني من نقص في الموارد البشرية. فمثلا بالنسبة للمركز خريبكة، الصراحة يعني جوج ديال الموظفين مشاو تقاعد ولحد الان يعني ما تمش يعني لو بلاسمون ديالهم. والشيء اللي يجعل ان الموظفين الحاليين يعني ولاو تيديروا خدمات يعني مدوبله ومجهودات اكثر، وهذه اللي كنشكرهم بصراحه بهذه المناسبه لانهم كيخدموا اكثر من الجهد ديالهم وفي بعض الاوقات خارج اوقات العمل. كنشكر ارباب مؤسسه تعليم السياقه والمدربين العاملين عندهم على المجهودات اللي كيبذلوها، وانهم يعني فعلا كيساعدونا خصوصا بالنسبه للحلبه وتوجيه المرشحين ومساعدتهم في تكوين الملف. وكذلك كنشكر الناس ديال الحي اللي كيحيط بالحلبه اللي كندوزوا فيها الامتحانات، اللي في الصراحة كيتفهموا أننا كندوزوا الامتحانات تماك رغم بعض الإزعاج ديالهم. وكنرجع لمسألة سيارة التعليم، فكنبغي نذكر أنني كننسق مع رئيس الجمعية حيت كنعطيه يعني كل جديد، مذكرات إرساليات، وكنحيطو علما المهم بأي جديد كيهم القطاع، وهو تتبقى عنده الصلاحيه انه ينسق مع سياره التعليم ديالو. غير وكان تنفكر حاليا وغادي نديرو ان شاء الله في يعني في القريب العاجل باش نحاولوا هاد المعلومات نعطيوها الكترونيا باش توصل لسياره التعليم في الحين على شكل ايميلات اللي غادي توصلوا بها في اللحظه. وفي الاخير أشكر الإعلام الكتابي والمرئي والإلكتروني بصفة عامة، وبالخصوص خريبكة 24 يعني كأول جريدة إلكترونية كتحمل العناء
تاخذ التفاته بالنسبه باش تجي تصور عندنا هنا ودير ريبورتاج وتقرب يعني الصوره ديال مركز تجيل السيارات هنا بخريبكا للعموم والمواطنين بصفه عامه. فمزيدا من الشكر والى اللقاء. سميتي ابتسام التوفاني، شهرين وانا في سيارة التعليم، الحمد لله هنا الاجواء مزيانه وكنتمنى من الله ننجح. كي شكل الباركور؟ مزيان، كلشي مزيان، شويه ديال الستريس ولاني مزيان الحمد لله. الحديدات هذوك المارشيريال في ستاسيون مو. الحمد لله. سي بن شامي محمد، موظف بمركز السيارات بخريبكا. هنا العمليه كيفاش كدوز؟ هاد الملفات هما كلشي مسجلين ديال لي كونديدا اللي كيدوزو، دونك كنجيو لهنايا هاد البلاصه هادي ديال المارشيرير. ان فوا الواحد كنراقبو بعدا كنقول ليه يورينا الفلتر ديال الار ديال الزيت الباتري الرادياتور صافي، كيدير مارشيرير ان فوا يقيس الخط كينزل ينابط. هادي هي العمليه كيفاش كدوز. من بعد كيمشي للستاسيونمون، ستاسيونمون كاين واحد اخر تماك مقابل تماك، كيكمل ستاسيونمون كيمشي للكراج. الور ملي كينجح في الكراج كيجي لهنا كيمشي للسيركوي. هذه هي العمليه كيفاش كدوز صافي. الحالات اللي كيتخلعوا فيها ولا الحالات اللي كيتخلعوا فيها ما يعني كاين عامل نفسي، واخا يكون الانسان كاع مثلا كاين مثلا تيكون الضغط ديال الجمهور بعض المرات. وبالنسبه اللي كونديدا تا هما راهم اللي جا شي حاجه حنا ما كنظلموا حتى شي واحد اولا بعدا، اللي دار شي حاجه راه كيستحقها، اللي ما دار شي حاجه راه ما يستحقش صافي. والظروف راه كدوز مزيانه، دائما كدوز مزيانه، ما كاين حتى شي مشاكل، ما كاين شي عراقيل، كلشي تيدوز مزيان. هذا هو الكلام. شكرا. لا شكرا على وجهك. دامي خليل، صاحب مدرسه سياره التعليم، بدا الافتتاح ديالها منذ سنه 1997. تخرجوا ناس بزاف، افواج بزاف، والحمد لله باقيين تنستقبلوا افواج. وعضو في الجمعيه ديال الارباب بسيارة التعليم اللي كاين هنا في خريبكا، اللي من الاهداف ديال هذه الجمعيه بانه تنسقوا بيناتنا باش نوحدوا الاثمنه وما نخليوش البلبله بين الصفوف ديال الاعضاء ديالنا ديال الجمعيه، ونكونوا نسقوا ما بين الاداره الوصيه علينا. والمسائل اللي تتعلق بالمرشحين هو الانسان اللي تيجي عندنا كاول مره، تنشوفوا البطاقه الوطنيه ديالو واش ينتمي لمدينه خريبكا ولا لا، والصالحه بطاقه باقا صالحه ولا لا. من ثم ناخذوا المعلومات ديالو وتندوزوا نبلغوا على الثمن. الثمن خاصني نوضحوا ليه ايطاب بار ايطاب، من بعد تنوريه الاجراءات الاداريه اللي خصو يدير الاجراءات الاداريه. وعبش ملي عشر ساعات يبدا عندنا كممتحن ولا كسميتو مرشح، يبدا عندنا الدروس ديالو والدروس ديالو. من بين المشاكل اللي تنعانيو منها هو ان ما عندناش واحد المساحه فين خصنا نعلموا عباد نعلموا مرشحين، بانه الا مشيتي وشتو غتصيبو تنعلمو وسط السكان، وسط حركه السير كثيره بزاف، لان هذيك البلاصه ما بقاش تستوعب كاع صحاب سيارة التعليم ديال مدينه خريبكا. لذا نطلبوا من الوزاره الوصيه باش تشوف لنا حل في هذا المشكل، لانه السكان تيتشكاو وصحاب ارباب سيارة التعليم تيتشكاو والمترشحين تيتشكاو. وعندنا مشكل اخر هو المشكل ديال ليكرون تاكتيل، لانه باقي ما متوفرش بكثره لا عند المحلات البيع ولا عند اصحاب سيارة التعليم، لانه دابا المرشح ملي تيجي خاصو يبغي الجوده وخاصو التلقين، يتلقي المبادئ كما كاينه في الامتحان. لذا عندنا هذا المشكل هذا، لانه باقى الشركات باقى ما وجدت لناش هاد لي زيكرون تاكتيل. سميتو محمد. كيفاش داك كيفاش تدوز اليوم؟ مزيان مزيان. لا ما شويه دار واحد شويه. شنو دوزتي دابا؟ دوزت الكود دابا، هذا هو الاول دابا ديال السوكان. شنو دوزتي السوكان؟ ها السوكان يلاه غنبدا دابا، يلاه غنبدا ندير مارشاريان شويه شويه
مول معود انت داير ارتقاء في النفس. هاروك الله حافظك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جبل عبد الواحد، مدرب السياقه مدينه خريبكه. تلقاو شحال هادي وانت كتزاول هاد المهمه؟ 7 سنوات، ومن خلال 7 سنوات لقينا شويه المعاناه شويه مع لي كونديدا. خصك تكون مدرب السياقه زائد استاذ نفساني، تخدم معهم بالخاطر، تخدم معهم بكل صدر رحب، وتلقاو شويه المعاناه بالنسبه للكونديدا اللي ما قارينش، وزائد المعاناه اللي سنعانيو عاوتاني بالنسبه لهاد الحلبه ديال اللي تتشوفوا انها ما تستحقش انها تكون تنعلموا فيها. و كاين معاناه كبيره بالنسبه اللي تيجيو السائقين، ما عندناش شي، ما محدوداش بشي حدود اللي بالنسبه لك تشوف الطوموبيلات، تشوف المطر، تشوف صحاب طاليان تيجيو تيصدعونا هنا، ما كاينش اللي تيحتارم سياره التعليم. والحمد لله مع هاد الشيء كامل المونيتور ناوي تيبقى تيجاهد في هاد البيس وتيكافح. اول حاجه على لقمة خالص مخلص مدرب سياقه. كنزاول هاد المهنه مده ديال 10 سنوات واكثر. تقريبا كاين واحد الاكراهات اللي كتكون هنايا في عندنا كما ذكر الزميل ديالي قبيله في الحلبه ديال السياقه. اكراهات شويه صعيبه مع باش توفر الكونديدا انه يتعلم مزيان، خاصو مجال فين انه يكون يتعلم. اللي ما عندوش مجال ما عندوش فين يتعلم، ما عنده ما يتعلم، لان كاين اللي كيدرونجي وكاين اللي كيخليوه ما كيستريسي راسو، هو اصلا راسو من ستريسي كيزيدو يستريسي هما. اذا هنا كاين سيدي عندنا مشاكل ديال هاد الحلبه اللي كتشكل علينا شويه خطوره. بعض المرات كتكون هنا حوادث ديال السير شويه صعيبه، كتكون شويه وخيمه بالنسبه للمونيتور. وهادي الحمد لله كان كلشي الامور بخير الحمد لله. دابا هاد الساعه ولينا تنسيروا في على الوضع اللي كنعيشوا فيه وصافي. بالنسبه للسؤال الاخر بالنسبه للتنسيق مع الناس ديال لي باترونا ولا سميتو، كاين الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل بيناتهم بيناتنا معاهم ولا شي حاجه. الحمد لله احنا خدامين وما خدامين، كل شيء خدام بخير الحمد لله. بالنسبه لي زيكزاميناتور احنا كنأهلوا التلاميذ باش يدوزوا الامتحان، كنخليو لهم الامتحان المجال ديالهم واسع كيدوزوا فيه الامتحان ديالهم. اللي كيستحق بطبيعه الحال راه كينجح، واللي كيغلب عليه الخوف او لا شي حاجه راه بطبيعه الحال هذيك اللي تخاك، هذوك اللي تخاك راه تيكونوا ديال كل انسان بوحدو. هذه ادريس بودعوى رئيس مركز جيل السيارات. كنخرج مره للحلبه ديال الامتحان في اطار المهام الملقات عليا والمانوطه بالعمل ديالي كرئيس مركز من اجل المراقبه وجس النبض يعني حول شنو كيوقع هنا في الامتحان، وباش يعني نمثل الحضور ديالي هنايا. يعني دخل كيما قلت في اطار التتبع. عبد الله عصيب ممتحن سنه 1982 هنا في خريبكه من الالتحاق ديالي في 1994. الامتحان كما شفتوا كيدوز في ظروف مزيانه، اللهم الا شويه ديال ما كاينش شروط السلامه مع هنا مع الحي السكني والسائقين وهذا. ما بالنسبه للممتحنين كافه زعما واخذين الامتحان بجديه وبعين الاعتبار، اللهم كاين حالات استثنائيه اللي كيرسبوا فيهم حال عندهم، ماشي نقول لك كلهم وانما غالبا بحال هاد العلامه ديال القف لانها هي الله حديثة العهد مازال ما خداوش عليها.
وكاين بعض الحالات على حسب الإحصائيات اللي عندنا كاين ما بين العلامات ديال ستاسيونمون، وهذا الشيء اللي يمكن اللي يتقال، أما باقي فأمور جد عادية وفي ظروف الحمد لله زيادة. الحمد لله داز الامتحان على أحسن حال ونجحت الحمد لله وأنا فرحانة. الحمد لله أنا كنت منه من الله نجح. كيف شكل الباركور؟ مزيان، كل شيء مزيان، شوية ديال الستريس ولا إني مزيان. دابا المرشح ملي تيجي خاصو يبغي الجودة وخاصو التلقين، يتلقين المبادئ كما كاينه في الامتحان، لذا